موضوع اليوم عن الأكلات اللي ممنوع أن تدخل بيتك برمضان وحتى غير رمضان، حتى غير رمضان. لما يقول هذه الأكلات ممنوع تدخل بيتك، فلا تقول لي والله أنا شريتها مو عشان أكلها دايركت، لأن هي تدخل ضمن وصفة من كتاب مال الوصفات والأكل والطباخ، وقالوا لي لازم تشتريها عشان تحطها ما حطيتها بالوصفة يعني كريتها. وين أذونك يا؟ لا أبدأ أسترد لكم هذه المنتجات. خلنا نتفق اتفاق عام، اي شيء تاكله مره واحده، خلينا نقول بالشهر بالاسبوع، ما راح يضرك. يعني حتى الناس اللي تدخن سجاير، ما تدخن سجاره هني وتموت هني، مو كذي السالفه. ولكن احنا نتكلم عن الموضوع التراكمي، الدخله بيتك، يعني انت بتاكل منه، عيالك بيستهلكونه، يعني اهلك بيستهلكونه، يمكن كل شوي تشوفه بالطاوله تاخذ منه، يمكن يدش بوصفه تاكلها اليوم مباشر وعقبه. فالقصد انا مو كلام انه أخ بس أنا كليت من هالمنتج قبل أسبوع، بس أنا كليت من هالمنتج قبل شهر، طاف. لما يقول ما تدش بيتك، يعني شيء لا يصلح بتاتا للاستخدام اليومي. رقم واحد، الهدوك. الهدوك بأنواعه المختلفة بأشكاله لا يصلح أنك تدش بوصفة أو تستهلكه أنت وتعطي عليك. طيب شنو السبب؟ أنتوا بعمركم، عمركم كله شفتوا لحم يظل بالثلاجة 6 أشهر؟ شلون بالعقل؟ شلون يضيفون له مادة اسمها النايتريتس. النايتريتس بالإجماع يعني مو شيء أنا مألفة، مو رأيي الشخصي، بالإجماع مادة ضارة جدا بصحة الإنسان، توصل للسرطان، توصل كثرة استهلاكه. فما أقول لك والله أنا كليتها مرة بتموت بيصير فيك سرطان، بس مو شيء يدش بيتك. الهدوغ، وصفات الهدوغ، أنواع الهدوغ المختلفة لا تدخل بيتك. الهدوغ الوحيد اللي ممكن اقول لك خليه يدخل بيتك عادي، انت تروح اللحام تسوي لحم على طريقه هدوغ، يعني لحم تشتري تسوي شكله هدوغ، بس هو اساسه لحم صافي. اوكي، هذا اوكي، عدا ذلك ما يدش. بعد الهدوغ تي على طول المرتدله. المرتدله ايضا ولنفس السبب، لوجود ماده النايتريت، ما ننصح باستخدامها بتاتا، وتسبب اكثر شيء للمراه سرطانات الثدي، وللرجل سرطان البروستاتا. طيب لو نقول انت بتسوي مرتدلة بالبيت، يعني شكل مرتدلة بس، او ممكن بس ما تشتري مرتدلة اللي متعارف عليه اللي بالجمعيات، هل موجود مرتدلة نايتريتس فري؟ موجود، يعني خالي من النايتريتس موجود، ولكن نادر جدا، ما تحصل كل مكان، راح تتعب وانت تدوره. ليش لعبالة؟ اقطع مرتدلة، شو بيصير فيك يعني؟ المحليات الصناعية إذا تبي تستخدم مثل ستيفيا، أوكي ما في مشكلة، عادي استخدمها بالشاي بالقهوة، من أكثر المحليات الآمنة دوليا. بس بالمقابل يعني إحنا عندنا المحليات الصناعية في رينج، إن هذا آمن وهذا أقل أمان. لا تروح على الأقل أمان، لا تروح على شيء قد يضرك، لا تروح على شيء قد، خصوصا التكديس، إذا حطيت كميات كبيرة بجسمك، عشان كذي نقولك لا تدخل بيتك. لا تروح على الأسبرتان. الاسبرتايم اللي موجود بالدايت بيبسي، موجود وايد وصفات ترى بالطباخ يقول لك حط اسبرتايم علشان بيسوي لك اياه كالوري فري او اقل كالوري. طيب انت اوريدي قاعد تاخذ من الدايت بيبسي وطوفنا، قلت لك طاف، يلا اخذ بالدايت بيبسي مره بالاسبوع، مرتين بالاسبوع، روح ثلاث، بس ليش تكدس الكميه بجسمك وتحطها بوصفه او تشتريه على اكياس وما ادري تحطها مع الشاي مع فلا تستخدمه استخدام امن، كافي انه بدايه بيبسي. رقم 4، الاندومي. الاندومي الاندومي، عيالكم ذبحوني بالاندومي، هيوني العياده وما ادري منو معودهم عليه. الاندومي في وايد مشاكل، تكلمت عنه سابقا، بس عندنا مشكله مع الاندومي وماده الام اس جي. الحين المطاعم كلها تترس لك ام اس جي بالبرجر بالبطاط، عشان كذي عيالكم لما ياكل مثلا برجر، ما نبي نقول اسم المطعم، مطعم مشهور، مطعم فاست فود، وتي البيت تسوي له انت برجر، انت شاري لحم مكوره ومسوي برجر، ولدك شنو راح يقول لك احلى؟ طبيعي بيقول لك مال مطعم، طبيعي. ليش؟ لان في محسنات نكهه، ماده الام اس جي. الحين كافي وجود هالماده بالمطاعم، وكافي انكم الحين قطعنا مطاعم، استانسنا، الامور طيبه، تروح تدخلها على هيئه اندومي؟ يعني انت مصر بتخلي ولدك ما يجيب راسه الا اكل مطاعم والاندومي وربعه؟ والاندومي ما في اي فايده للجسم، وبس حتى اكل المطاعم على الاقل نقول في بروتين، الاندومي ماكو بروتين وبس مضره، شتيبه حق منه. ليه؟ 5، الفواكه المعلبه بانواعها المختلفه. انا بسالكم سؤال، انت الحين لما تيجي تاكل فاكهه ليش قاعد تاكل فاكهه؟ الجواب تسال، تفضل جاوب، عشان الفيتامينات، عشان الالياف، صحيه. طيب
صح، هذه اجوبتكم صح. الفواكه الفريش او المجمده. لما ني على الفواكه المعلبه، فيتامينات صفر، معادن صفر، الياف صفر، ماكو شيء، ماكو شيء. قاعد تاكل طعم فاكهه وسكر، فاكهه مغرقه بسكر، فانت مو قاعد تستفيد ولا شيء من الفاكهه المعلبه، وفوق هذا متروسه سكر، يعني هم بتدخل جسمك سكر وما تستفيد شيء. زين شنو البديل؟ يا فواكه يا فواكه اللي تكون مجمده او فريش. النقطه اللي بعدها مشروبات الطاقه، انا متكلم عنها بصوره موسعه في فقره الجمعيه، فاللي حاب يتوسع بالموضوع يرجع الى بوست مشروبات الطاقه في فقره الجمعيه بانستغرامي او اليوتيوب. وبصراحه اصلا ما يبي لها شرح، كلكم عارفين يعني مشروبات الطاقه وضررها ومشاكلها، حتى الياهل الحين يعرف مشاكلها وضررها. فلا تقول لي تدش بوصفه بسويها بخلطه وبالغبقات وباليمعات وبالطل، واصلا الحين ماكو يمعه، بس حتى انتوا بالبيت يعني انت مثلا انت بعائلتك بتسوي وبتجرب مثلا مع عيالك مع زوجتك مع على بنا شاري ريد بول متوهق فيه او شاري اي مشروب طاقه، المشروب الطاقه لازم ما تدش البيت. وبصراحه بصراحه اذا عندك بالبيت الافضل انك تتخلص منها على ان توزعها او تصرفها على عيالك او اهلك. تبيش النقطه الاخيره بالنسبة حق الحلويات، معروف كل الحلويات فيها نسبة سكر، فيها نسبة دهون، ما نختلف، بس لا تي تختار الأسوأ. يعني كل الحلويات فيها دهن وفيها سكر، ما اختلفنا. طيب شنو الأسوأ؟ التشيز كيك والبراوني، فيهم دبل السكر اللي بالكاكاويات العادية، فيهم دبل الدهون اللي بالكاكاويات. فليش تروح براوني؟ ليش تروح على قنبلة سكر، قنبلة دهون؟ طيب ما كل الحلويات سكر، درينا كلهم سكر صح، بس في سيء في أسوأ، فلا روح حق الأسوأ. اكل اي نوع حلويات بس وخر عنها الاثنين، براوني تشيز كيك. وصلت؟ فما له.